بجد يا امير، يعني انت مبسوط وانا كمان مبسوطه قوي. وبعدين تعال هنا قول لي بقى، هو انت ما زهقتش مني؟ احنا من الصبح واحنا مع بعض، ومن ساعه ما رجعنا وانت معايا على التليفون. بجد يعني توعدني ان انت عمرك ما هتزهق مني ابدا؟ ماشي، اصل كل حاجه يعني كده بتبدا في اولها بحماس. الله 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 الله، ايه انا دهان كل ده يطلع منك يا ماما؟ بس يعني مش ايه، انت لسه هتبقمعيلي ايه؟ دخلت في وقت غير مناسب؟ ها ما تردي ما تردي يا بنت حضره السره دي. يا ترى ايه اللي حصل؟ يبقى اكيد في حاجه. انت يا بنت، انت لا عندك دم ولا عندك احساس، فاضي للحب والميه صليتي فيها دي في ظروفنا السوداء اللي احنا فيها. ما تنطقي يا بنت. يا ماما انت فاهمه غلط. خلاص يبقى غلط ولا صح. اسكتي يا بنت، اوعى اخوكي وجدك يسمعوا صوتك. خليك تنفس الكلام. حاضر حاضر. تعبانه ولا؟ حاضر حاضر. قولي لي بقى يا حبيبتي، قضيتي اليوم الحلو ده مع حبيب القلب فين؟ انطقي. في الكليه. اسمع يا بت، كل ايه يا بت؟ انت هتلف وتدور على امك؟ يا ماما هو ده اللي حصل. اخرسي وقولك اقعدي مع جدك ساعديني شوفي عاوزيه. تقولي يا ماما المذاكره عندي محاضرات مهمه. يا بت دي المحاضرات يا بت اللي بتروحيها؟ يا ماما يا ماما ما حصلش حاجه لده كله. ما حصلش حاجه؟ انت يا بت يا برودك يا اختي، انت ما تحسيش الدم اللي بيجري في عروقك ده بداله ميه؟ يا بت ما تحس يا بت. يا ماما بصراحة أمير ده زميلي ومعجب بيها وعايز يتقدم لي. يتقدم لك؟ يتقدم لك ده إيه يا أختي؟ ده أنت لسه بتتحنجلي في سنة ثانية جامعة. يا ماما أمير ما يفرقش معاه حاجة زي كده، لأن أهله ناس أغنياء جدا ومش هيستنى لحد ما يكون نفسه. آه قلتيلي أغنية. الله، ده يا بنت واكل عقلك ولا حاسب مخك بقى. ما كنتش يا بنت بضحك عليك يا بنت نجات. أنا ما حدش يقدر يضحك عليا يا ماما، ده أنا برضو بنتك وتربيتك. وانا لو ما كنتش واثقه ومتاكده مليون الميه ان قصده شريف انا كنت صديته من الاول. اوه يا ناري. خلاص يا بنت. اه يا ناري. اه يا ناري. لو ما كانوش اللي بره يسمعونا لو كنت كلتك بسناني. يا ناري يا ريت كنا لوحدينا عشان كنت فرمتك فرم. ليه بس يا ماما؟ هو انت بتتمنيليش الخير؟ خير؟ هو اللي انت بتعمليه ده في ريحه الخير؟ يا ماما يا ماما استني بس، انا عايزاكي تطمني، انا مش ممكن اعمل اي حاجه غلط، ده انا بنتك وتربيت ايديكي. اسمعي بقى يا بنت نجات، من هنا ورايح خروجك ودخولك بميعاد، سامعاني ولا لا؟ المخروبه الجامعه دي هتروح في ميعادها وترجعي في ميعادها، سامعاني ولا لا؟ اذا كان عليا انا مش عايزاكي تخطي عتبه الشارع، سامعاني؟ ربنا يعدي ايام الامتحانات على خير. حاضر حاضر حاضر. اما سي امير ده بقى انا عايزه اشوفه. تشوفيه؟ ايوه شوفه طبعا. امال ايه؟ لازم اخد ودي معاه اعرف ميته ايه؟ انا لا يهمني لا غني ولا فقير، المهم ان يكون راجل وجدع وناوي يرتبط بجد وناوي يخش البيت من بابه مش من الشباك. هيطلع كده والله يا ماما. خلاص اشوفه واتكلم معاه عشان احكم على الموضوع بنفسي. طب عايزه تشوفيه فين؟ في المشتل. في المشتل؟ ايوه يا اختي في المشتل. امال هشوفه فين؟ في ميدان التحرير ولا في جنينه الحيوانات ولا في جاردن سيتي ولا الزمالك؟ بقول لك يا بت، اللي عايز يناسب لازم يجي يشوف امك على حقيقتها. يا بت تكوني مفهمه ان امك السفيره عزيزه. لا يا ماما هو عارف ظروفنا كويس. خلاص يبقى شوفه واتكلم معاه وساعتها الميه تكدب الغطاس. حاضر. واسمع لما اقول لك، حسك عينك تقابليه ولا تروحي وتيجي معاه؟ ولا تكلميه في المخروب التليفون لغايه لما نقابله. حاضر. يلا اتفضلي اقفلي الزفت التليفون وتخمدي اما اشوف اخرتها معاكي ايه انت وهو يا بنت نجات. لا كفايه لحد كده يا بني. مش معقول البنت اللي اسمها ندى دي دايما كده مخليك في حاله قلق، مرة أبوها مات ومرة تليفونها مقطوع بيردش. ما تشوف لك واحدة كده ظروفها كويسة
تنعنشك كده وتفرفشك يا اخي بدل القلق والتوتر اللي انت فيه ده. واحده ظروفها كويسه يعني، واضح انك فاهمه الموضوع غلط خالص. ندى دي بنت كويسه ومتربيه واخلاق، ملهاش في الحاجات دي اصلا. وبعدين بصراحه يا ماما يعني انا ايه بتحبها عايز ترتبط بيها صح؟ هو ده. لا انت مش ممكن تكون ابني، انت مش واخد مني حاجه خالص. مش فاهم يا حبيبي، انت لسه صغير. انا كنت فاكره انك انت واخد الموضوع تسليه كده وبتنبسط، مش واخد الموضوع جد قوي كده. غريبه يعني، مع اني كنت فاهم العكس. يعني ايه؟ يعني انك لو لقيتيني بتسلى بواحده هتزعلي وهتتضايقي، لكن لو لقيتيني بتكلم جد وفعلا عايز ارتبط هتشجعيني. يا حبيبي انت لسه صغير، ولسه ياما هتقابل ناس وتشوف ناس، مش اول واحده تعرفها كده تقول لي ارتباط وحب وجواز. بس انا متاكد قوي من مشاعري من ناحيه ندى. بكره لما تقابل احلى منها هتغير رايك ده يا ماما. ايوه. لا انا عندي تصور للحلقه دي. طب انا هدخل مكتب وهقول لك التصور اللي انا قلت لك عليه ده. اوكي خليك معايا ثواني. يا ربي تصور الحلقه، هو في تصور اكتر من اللي انا فيه ده؟ يا حبيبي هواك جنني،
بيكي ما هو قلبي مشغول بيكي حبك حيرني وانا زيك برضو ربي يسافرني ايوه انا في عرضه من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي